رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين نوه بالتعاون الذي يقوم به التجار الموريتانيون مع القطاعات الحكومية في مواجهة التحديات، خاصة منها ما يتعلق بالثروة الحيوانية. لكن نبقي نأكد على الاتحاديات الوطنية اللي هي الاتحادية الوطنية للمنمين والاتحادية الوطنية للنقل، واللي كيف شرط معالي وزيرة التجارة أن الاتحادية الوطنية للتجارة على أنها مونة السوق، وعلى أن الحمد لله السوق اليوم فيه الكميات الكافية لفترة كبيرة، وعلى أن لا داعي للقلق، وعلى أن مولي هم الحمد لله بعض المواد اللي في السعر المقرر الأخير أعلنها الأسعار أنها أقل من السعر اللي في المقرر، مثل الدلوير والقمح نفس السعر، القمح تقريبا نفس السعر اللي في المقرر، يقر الدلوير سعره أقل من السعر اللي مقرر، وهم مادة السكر الحمد لله شهدت الأيام الأخيرة نزول في الأسعار، وراجين على انه نزول على انه يتواصل به اللي من 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 تقريبا مقيول على انه لين تعود تبدا الانتاج في البرازيل الدور الاسعار تقل حتى وياك يدور عود هو اللي ان شاء الله يقل. اللي ناكد فيه على انه اللي الحمد لله ضروري فيه توفر البضاعه في السوق وتوفرها على الاجيال القادمه. تقريبا احنا اليوم نقدر نعود عندنا ناكدوا على ان عندنا مخزون اللي يكفانا 10 اشهر جايه، والحمد لله ما فيهم بدت الحمد لله الامور تتعافى الحمد لله بعد الجائحه. ونأكد على الاتحاديه الوطنيه للنقل على انها جاهزه كما قالت السيده مفوضه الامن الضيائي على انها جاهزه وبدؤوا قاع مباشره ينقلوا الاعلاف للداخل، وعلى ان شاء الله ما لا يخلق تاخير فيه. والاتحاديه الوطنيه للمنمين موجوده في نقاط الوطن كامله، والحمد لله يتم اعتماد ممثلين كل بلديه والله كل ولايه وكل مقاطعه فيها ممثل من اتحاديه الوطن المنمين، لياك يعود المنمون يعرف المنمين اللي موجودين في المنطقه وهو اللي لا يعود يتكلم مع السلطات العموميه فيهم.